فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وهذا هو المقصود من هذه الآية، وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذي خاضوا، وذمهم على ذلك وتوعدهم عليه. نعم، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة في القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فلما كان في الأمم من قبلنا من استمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم من الدنيا، وخاضوا في عقيدتهم واتبعوا أهواءهم، فإنه سيكون في هذه الأمة، لأنه خاطب هذه الأمة، قال: استمتعوا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاق، وخضتم كالذي خاضوا. فدل على أن يكون في هذه الأمة من يفعل مثل أفعال الأمم السابقة في فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، وهذا خبر معناه التحذير، لأن الله قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فهذا تحذير من هذا المسلك الخطر.